أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد انتشار هذه الصورة للعشاق أفرا سريتشوغلو ومارت رمضان ديمير وهم في أحد المطارات متوجهين لوجهة جديدة لقضاء العطلة، تبين أن الثنائي ذهب بعطلة في البرتغال، ونشر مارت رمضان ديمير هذا الفيديو من عطلته مع حبيبته وهما يستمتعان بأحد الحفلات. نشرت أفرا سريتشوغلو العديد من الصور التي تبين فيها استمتاعها بالعطلة مع حبيبها مارت، وكذلك كل الصور كانت من تصوير حبيبها مارت، وهذه من أجواء العطلة التي ذهب إليها.